عزيزي المستمع، تظهر هذه العناوين على شاشة رادار المنوعات. آخر استعدادات شهر رمضان في المجمعات الدولية. مشوار السمين راح يا حبيبي، ده تعب بسيط وبكره يروح. اديه وحدو اجرني يا منصور. بقول لك ايه يا معلم رجب، قهوتك اللي هي دارنا هناخد فيها للاد العازه بتاع العم فردوس، ربنا يوسعها عليك. وحدو مسعود كوبايه العرباجي خرج من الحجز يا سيد. منقولي احنا جايين نصف معاك حساب مسعود. مفيش بيني وبين مسعود العرباجي اي حساب. لا في خمرتك جابت له الوسواس. ايه يا اخويا وسواس؟ اه وسواس، اه كل ليله بيحلم بابنه الذكر اللي حده من الدنيا وهو بيموت له سبع عين. يا راجل يا مفتري يا ضباب. ايه بتربى له الوسواس؟ بس عباس سيبه سيبه ازاي؟ يلا منقول مش كده وسواس. يا يلا الفول روايحها ايه الندالة دي؟ احنا قاعدين نسكر واحمد امبارح ودع ست الستات، عمتنا اللي خيرها علينا ماتت يا مسعود. ايه؟ فردوس ماتت؟ ربنا افتكرها. لا حول ولا قوة الا بالله. طول عمرها شايلة وتعبانة. كانش حد يقدر يقطن في الدنيا اللي هي. كانت دايما تقول لي جرايه واد عباس ما تشغل عضلاته وتحتمل صايع كده وتغمزني ثلاث برايز. كانت تقول لي فلانك بخير يا سيد. الله بخير يا عم. احنا الذي لازم نضلل على احمد، نجيب له البن والفئك والاوزاع. ده كان عشاها طاير بينا طير يا جدعان. عباس عباس ربنا بيفتكر الناس الطيبين. انا لما ربنا اراد ورزقني بالولد فردوس ايه عليك الله يرحمها. دول 20 جنيه كل اللي حياتي، خدوهم وربنا هيرزقكم ان شاء الله بالبيت. تشكر يا مسعود. عملت اخويا شويه بتحبه؟ بقول لك ايه، خلص دول 20 جنيه عايزين ازازه فم النصايد بدراع. يلا تعالى سواس. على عيني يا اخويا. انا بسواس املاه له يا ابني ازازه ب 20 املاه. روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ نروح للواد اسماعيل فراشه نديله الازازه ناخد الاذاعه. ما نقولكمش حاجه وحشه. ما نقولكمش حاجه حاجه وحشه. ولا سيد قول للولا سمير ان احنا خلاص جهزنا الاذاعه والشيخ الزنقور على وصول، خليه يعلق على القهوه. كله صاد يا باشا. ها الله ولا سعيد العيال فاكره مين يا عم حسن؟ يا راجل حرام عليك، ما هو طالع قدامك زي القرد والتاني بينور الميكروفون ايده ما تهزيتش. ده اللي مجنني. بس انا نفسي بقى اطوق فيهم. ما تظلمهمش، مفيش حد واقف جنبك الا هم. كدبوا عليا وقالوا انهم دفعوا للشيخ الزنقوري وجم ناس قالوا انهم حاطفينه عند عيد.
الشيخ علي الزنوري وصل. نورتنا يا شيخ زنوري. الحمد لله على السلامة يا شيخ زنوري. أنا سلمته لكم. الزنوري أمانة في إيديكم ها؟ طيب. وده سيد. يا عباس. أنت تمام؟ أنا تمام وأنت تمام؟ أنا تمام. يا أخي. شد حيلك يا أخي. عليكم مشكور. بقى لله يا أستاذ أحمد. 2 4 6 8 ألو ألو. ألو. معنا الآن الشيخ علي الزنقوري ابن عم مقري الإذاعة والتلفزيون الشيخ محمد الزنقوري. الشيخ الزنقوري لا يقرأ القرآن في المقاهي يا عباس. أنت قلت لي أن العزاء سيكون أمام العشاء. وأنا حضرت خصيصا لكي يخبر الأستاذ أحمد برفض القاطع والبادر. من الممكن يا أستاذ أحمد أن تستعين بالكاسيت لإحياء هذه الليلة. ليه الإصرار على صوت علي الزنقوري شخصيا؟ الكاسيت الكاسيت ما بيسمعش يا مولانا. المكان مش من مقامك يا شيخنا. والمكان هناك ضيق. وقولنا نوسع عليك يا مولانا. وبعدين انت واخد فلوس على قلبك قد كده، يعني تقرا في المكان اللي احنا عايزينه، بشوقنا لا مؤاخذة. انا لما اخد منك مليمن حتى الان يا عباس، انا اسف واكررها، علي الزنقوري لا يقرا القران في المقاهي. كل شوية هقول لعلي الزنقوري، علي الزنقوري، يعني علي الحجار. خلاص يا زنقوري خلاص. فلنقل العزاء امام العشاء. عباس كل واحد يحمل الكرسي الذي يجلس عليه بسرعة. زيها يا سيد. وده سيد. العزاء ان شاء الله امام العشاء. لننتقل الى هناك. لننتقل الى هناك. الله العظيم الفاتحة. ساكم مولانا. احسنت يا مولانا. احسنت يا زنقوري. احسنت يا زنقوري. بارك الله يا اخواننا. ما في داعي كل واحد ياخد كرسيه ويروح على القهوه، مش ناقصين مشاكل مع المعلم رجب. عيد مين يا شيخ عيد؟ يلا يا اخويا. يلا اخلع روح. انت بتغمز من الصبح؟ ايوه. طيب يا اخي شد حيلك يا احمد، خد بالك من نفسك، البركة فيه. اسم الله عليك يا مولانا. احنا السيولة اللي معانا خلصت، طمعانين في فترة سماح منك لحد اول الشهر. ما احنا في اول شهر عباس. ليه؟ احنا في كام منه؟ احنا في 5 منه. الله، ما كده يبقى خلص. شوف يا مولانا، انت قمت معانا بواجب العزاء، واحنا هنزف لك بنتك وكده نبقى خلصين. بنتي عندها 10 سنين يا عباس. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اسمع بقى يا زنقوري، مفيش قدامك حل غير انك تستنى الاول الشهر لحد ما تجيلنا السيوله. سيوله دي اللي بتكلم عنها عباس؟ ناقص تقول لي اكتب لك شيك؟ والله كل الناس حذرتني منك، لكني اندفعت بعواطفي وقمت بواجبي. انا في البيت ومنتظر الامانه. وصلوا الاول الحاره يا سيد. انا عارف السكه كويس عباس. طيب يا اخويا بالسلامه يا زنقوري. ولا انت تمام؟ انا تمام. وانت تمام؟ انا تمام. كله تمام يا ريس. تمام. ايه يا ايه؟ جيب لنا كوبايات ومزه وتكملوا. تفتكر في عز عمتي؟ لا يعني انت مش واخد بالك غير من الشرب، ملانتها كلها كانت على كتافنا. والله ما انا عارف اعمل ايه من غيرها. يا احمد احنا ملناش اهل ولا قرايب، هي كانت كل حاجه لينا. ده انا لولاها كان زماني في السجن. لقيت بيته عندي ولادي. عايز بقى لوحدي. استنى. خد الديك اللي انت سارقه يا سي عباس. هتمشيني بديك رومي في رصاص الليالي يا احمد؟ رصاص الليالي وربحها كمان. يلا سيد. ونحى بقربك يا عباس يا عيد.
ابوتك. الله يرحم ابوتك. عملت ايه مع الزنقور؟ كل خير، خد السكه. سأل عليا؟ لا ما جابش سيرتك خالص. طب يلا روحوا ناموا، انا داخل انام. هوديك معاكم؟ اه احمد مرضيش يبيته عنده في العش. طب ليه في السرعة يا عباس وهات سيد؟ وديك. بوس ايدك، الدبح بكره يا عيل. ما انا عاوز اخلص يا عباس. بس عشان اخوك احمد ياكل معانا، الدبح بكره. يبقى من نجمه يا عباس. ماشي. ماشي. من نجمه. ماشي. الموشع ابتدى. ايه البكاسه دي؟ طب ما تقول له يصلح السرير. قلت له قال السرير سليم. العيب فينا. هو مش عباس كان وعدك انه هيرجع لك الولايه دي بعد ما طلعها من رياض منصور؟ ده واد صايع بق بس. ويعتبر نقطة الضعف في فرقة الزفة بتاعتكم. مقبولة منك على قد سنك. كرو كرو كرو. أنا مستنيه صحيح علي بوبي. حبيبي، حبيب الحارة كلها. وهيعمل لي شريط كاسيت. يا سلام. طب ما علي بوبي راح فص ملح وداف. يا ريت يرجع عيد. يا ريت. ده حبيبنا كلنا يا أخي، بس محدش عارف فين أراضيه دلوقتي. يا ترى مسجون ولا هربان؟ هي سقطت. الله 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 الله. إيه عدم الحساسة دي؟ هما كل يوم على الحال ده؟ والله ما بيفوت يوم يا عباس. لا حول ولا قوة الا بالله. لا بقى اديله صوت، قول له عباس عايزك. اه صح، عايشه بقلق وعلى الله ما ينزلش. صح يابا؟ صح اخويا. هحاول. منصور! 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 انت يا منصور! عليا النعمة ما هيفتح له. انزل عباس عاوزك. الولا منصور شغال يا عم. بقول لك ايه؟ احنا ننام قبل ما ينزل، ده مفتري ممكن يلن على الارض هتبق. ماشي الحال. انزل عباس عاوزك يا منصور. ما ردش عليا الجزمه. ايه انتوا انتوا يا عيال؟ ها يا عيال؟ ايوه يا عيال. ايوه يا عيال يا عيال. خير يا اسماعيل؟ عباس وسيد عندك؟ لا. طب ما سابوش عندك امانه؟ زي ايه؟ ازازه بدراع فاميلي سايز؟ لا واصح. الاوساخ جم المحل وجابوا لي ازازه عشان ياخدوا الاذاعه، وقالوا لي احسن نشربها في اللمه معانا، وخدوها مني تاني. امال فين اللمه؟